صحيح أنه هناك تحسن طفيف على مستوى الأداء، لكن أنا من الموسم الفارط أنت لو ترجع شوية للوسائل التواصل الاجتماعي راح تحصلوا شو صار مع إيه مع جمهور الترجي. كنت في إجازة في تونس وتكلمت على الفترة الصعبة، أي كنت في التلفزيون هناك وأنا أول من تكلم وتجرأ في التلفزيون على الهواء مباشرة، كنت أنا الأخ يوسف الزواوي، حتى أنه ما عجبوش كلامي لأنه درب الترجي سابق، وذكرت يعني أنه 75% يعني من لاعبي الترجي لا يستحقون يحملون يعني فانيلة الترجي، لبس الترجي، ولو كانوا معي ما يلعبوا كرة قدم. وقلت لهم يعني تقريبا أسوأ نسخة يعني في الثلاث سنوات الأخيرة في العشرين سنة الأخيرة ما شاهدنا في الترجي، فهمني؟ وكنت على يقين أن الترجي لن يفوز بالدوري، وتكهنت أيضا بنتيجة حتى مباراة الأهلي بعد أربع يوم، وفعلا كانت قلت لهم أتوقع نتيجة كارثية لو تتذكروا 3-0. صحيح. وبعد حتى مباراة نهائي الكأس مع الأولمبي الباجي قلت الترجي لن يفوز. شوف إعلاميا صحيح الفريق الباقي من خلنا نقول بالونة إعلامية، الإعلام كله يضرب على الترجي، لكن كرة القدم هي الواقعية سي لوريا ليزا. اليوم هناك في تونس ما يمنوش ما عندهمش قناعة أن الترجي غير الترجي السنوات الماضية، أنه اللاعبين اللي يلعبوا في الترجي مثل ما قلت أنا 75% منهم لا يحق لهم أن يلبسوا يعني التريكو تاع الاسبيرونس. تكنيك ما سون دي جوار تري مويان، تري تري مويان، يا فيك دي جوار تري مويان اون بو با ريسير اون بو با غاني لي تيتر تي ما كومبري. لافريك سي ني بلو كوم افون، الفرق في افريقيا تطور، شاهدين الاهلي كيف تشتغل دائما، كيف الفرق تاع تنزانيا يونغ بويز وكيف سيمبا كيف سان داونز، الوداد والرجاء يظلوا دائما من عمالقه افريقيا، الفرق نتاع نيجيريا يعني ظلوا دائما يعيشوا على الاحلام، وكانه الترجي الفريق الذي لا يقهر، الفريق الذي هو ما يقهر في قاعد كره قدم. يجب عليك ان تمتلك لاعبين بمواصفات عاليه وعاليه جدا، مواصفات بدنيه فنيه تكتيكيه ذهنيه. اليوم في الترجي مثل في بقيه الانديه التونسيه، لانه انا صرحت من مده من سنه من سنتين وعدتها كم مره باحترام فرقنا، حتى انا ابن النجم الساحلي لو نجمع الاربع فرق بتاعنا النجم الساحلي والترجي والافريقي وصفاقس ما نفوز برابطة الأبطال لمدة 10 سنوات. إذا استمرت سياسة العشوائية والفوضى والمديونية وغياب الأجور والإضراب عن التمارين وغياب الاستقرار الفني، يعني على مستوى تغيير مدربين في الموسم 3-4 مدربين في كل فريق، وتراجع على مستوى البنية التحتية، وإذا تراجع على مستوى تكوين المراحل السنية الشبان، اليوم بالطريقة هذه أنت تفتقد إلى لاعبين أصحاب جودة عالية وعالية جدا. وكرة القدم هي جودة لا كاليتي. Une fois que tu as des joueurs de grande qualité, donc tu peux produire un football de bonne qualité. معناها مش تجي النتائج. اليوم احنا نستقبل الاشياء هذه في تونس ومع اسهر النوادي اللي اولهم الترجي والنجم الساحلي والافريقي. الترجي انا شخصيا نعرف ان الترجي هي نوعا ما يعني خلينا نقول فقاعه اعلاميه اكثر منها، حتى مشواره حاليا لما قابل مازيمبي، مازيمبي مش ذاك الفريق القوي جدا تاع السنوات الماضيه، وشاهدناه حتى على مستوى يعني مستوى تراجع اخيرا على مستوى النتائج وتحقيق البطولات، وذا راحت عنه كل النجوم الكبار وهو في اعاده خلينا نقولوا تجديد الفريق مرحله جديده. اليوم هناك حاله من انتشاء المبالغ فيه في في في, في الاعلام التونسي وجمهور الترجي عن الفريق، فريق كبير وقادر ان يفوز بمثل هذه الكؤوس ومثل هذه البطولات. لا يا حبيبي، الفريق تنقصه اشياء كثيره، يعني الفريق لا يمتلك لاعبين مواصفات كثيره كبيره.